مش راح بضل يقول الحمد لله بنشكر الله الحمد لله رب العالمين. لم أتوقع من زيارتي مع وفد MBC إلى مخيمات اللاجئين السوريين سوى رؤية المشاهد التي اعتدت رؤيتها يومياً على شاشات التلفزيون. نساء تبكي، عجائز تتألم، رجال مشدود الأعصاب، وعيون مئات الأطفال تروي القصص نفسها، قصصاً سمعوا أهلهم يرددونها. وبينما كنت أبحث عن قصة تكون ربما مختلفة، شدني رغما عني بريق لمحته عن بعد في عيني طفل رضيع اسمه محمود. دون مقدمات قالت لي عيناه ما كنت أتعطش لسماعه: دعك من السياسة والسلاح واتبعيني في جولة حقيقية أعرفك خلالها على من يطلق عليهم اسم اللاجئين السوريين. بينما تعجز أمي عن إطعامي ما يسد رمقي باستثناء خبز ناشف، تجد قلة قليلة من الناس في معاناة هذه فرصة لكسب المال. عندك ست حبات. ستة؟ إيه؟ ستين. ستة بستين، ستين ليرة. الواحدة بعشرة. الواحدة البيضة بعشرة. صحيح أن لا بديل عن حضن أمي يدفئ عظامي المرتجفة برداً، لكن من يدفئ والداي وجدتي وأخواتي الكبار سوى نار بدائية قد ينقلب سحرها على من حولها؟ كيف عرفت أنه كان في حريقة؟ كلها صارت صيح حريقة. جيران هون نحن. الأولاد ما صحيوا؟ بعدين صحيوا شالوهم غميانين لبرا. في بيئة تبدو مناسبة لنمو الأمراض والأوبئة أكثر مما هي مناسبة لنمو عيال وأطفال، ألقى علي محمود نظرة ساخرة معبرة، قالت لي: لا يا صديقتي، بشرتهم ليست سمراء، وإنما يوفرون الماء التي قد يستحمون بها ليروا عطش دربهم الشاق. صحيح أننا قدمنا المساعدات لأناس ربما كانوا فقراء أساساً وحالتهم السابقة لا تختلف كثيراً عن حالتهم الراهنة، لكنهم كانوا يتمتعون بأمان وراحة بال لا يقدر ثمنها بأرقام الدنيا. أولينا الحاج، MBC.